السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم أعزائنا المشاهدين إلى هذه الحلقة من لقاء خاص مع ضيفنا الكريم فضيلة الدكتور عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة، المؤلف والسياسي والبرلماني الجزائري السابق. أرحب بك معنا دكتور في هذا اللقاء الخاص. أهلا وسهلا بك. أهلا بكم دكتور. نحن أمام شخصية اتسمت بالغزارة والتنوع في مجالات المعرفة بصفة عامة، وكذلك في الحياة العملية، فتنقلتم من كونكم يعني طبيبا أو درستم الطب إلى دراسة العلوم الإسلامية والشريعة والقانون، ثم رأيناكم في مجال التأليف في الكثير من العناوين المثيرة والمهمة التي سنتحدث عنها لاحقا، وأنتم كذلك في رئاسة مجتمع حركة السلم الجزائرية وهذه الحركة المهمة في المغرب العربي، وكذلك في الأمانة العامة أمينا عاما لمنتدى كوالالمبور للحضارة والفكر. هل من تلخيص لهذه الرحلة الطويلة الغزيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أولا تحية طيبة لك وللسادة المشاهدين في قناتكم الموقرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا على الاستضافة. حياكم الله. هي المسيرة طويلة جدا، يعني تقارب يعني تقريبا يعني 48 سنة يعني منذ أول دخول في العمل الدعوي والإسلامي بشكل عام، يعني فلا يمكن يعني أن نتحدث عنها في هذه الدقائق، لا شك. ولكن هي المسيرة متنوعة من بدايتها، لأن الدخول في العمل الإسلامي هو يقوم على أساس فكرة، يعني وليس مجرد عمل سياسي من أجل النشاط السياسي للتنافس على السلطة فقط، بل يقوم على أساس فكرة إحيائية، لذلك تتطلب التسلح بالفكر وبالعلم، وتتطلب كذلك التدرب على مختلف المهارات الفكرية والتخطيطية والاستراتيجية وغير ذلك، وتتطلب كذلك الوجود على مستوى الميدان. فلذلك كل هذه المسارات التي تفضلت بها، لا أذكر بأن فيه مسار سبق مسارا آخر، بل هي كلها انطلقت مع بعض، يعني منذ الشباب، منذ الصغر. نعم دكتور، يعني فيما يتعلق بعملكم الحالي أو ما تشغلونه حاليا من رئاسة حركة مجتمع السلم في الجزائر، وكذلك منتدى كوالالمبور، نتحدث تحديدا عن حركة مجتمع السلم في الجزائر، وقد وضعتم رأيكم في هذا الموضوع في كتاب صدر عام 2018 تحت عنوان البيت الحمسي 2، رؤى ومفاهيم ومشاريع تطورية. حدثنا عن هذا البيت، كيف يبدو لكم وقد كنتم على رأسه خلال الدورتين الماضيتين؟ ونحن نعتبر بأن يعني بداية التجديد فيما يخصني ويخص الفريق الذي اشتغل معي، وبدأ في 2013 في العهدة الأولى لرئاسة الحركة، فتقدمت لهذه المهمة بعدما تم انتخابي في المؤتمر برؤية وخطة شاملة حملت عنوان البيت الحمسي 1، وأنت تتفضل تتحدث عن البيت الحمسي 2 في المؤتمر الثاني، أي في عهدتي الثانية التي توشك أن تنتهي بعد شهور قليلة. بالطبع البيت الحمسي الأول والبيت الحمسي الثاني هو رؤية تطويرية لمختلف الخلفيات الفكرية التي تشتغل عليها الحركة، بالنظر للواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي والفكري في الجزائر، وكذلك الواقع الدولي. فقدمنا في الحقيقة جملة من الأفكار الجديدة، سواء على المستوى السياسي أو على المستوى المجتمعي أو على المستوى التنظيمي، وفي كل محور من هذه المحاور الثلاث، لأن ما قدمناه من أفكار جديدة ومن تطويرات هي حسب هذه المحاور الثلاث: المحور السياسي والمحور المجتمعي والمحور التنظيمي والإداري. فبالنسبة للمحور السياسي في الحقيقة نحن تأملنا في واقع الحركات الإسلامية سياسيا، ووجودها في مساحات ليست منتجة، إما في صدام دائم مع النظام السياسي أو انعزال كلي عن العملية السياسية، أو اندماج داخل الأنظمة الفاسدة وكقوى صارت ملحقة للأنظمة المهيمنة والمسيطرة. فنحن في الحقيقة يعني ابتكرنا طريقة جديدة والتي نسميها المقاومة السياسية، أي أن على الحركة الإسلامية لا تمارس
العمل السياسي بعقدة في نفسها بأنها قوة سياسية غير عادية وغير طبيعية، وبالتالي يجب أن تشتغل في السياسة بخلفيات فكرية وبممارسات غير طبيعية. نحن قلنا نحن أبناء الوطن، نحن لنا وجودنا في الجزائر وجود طبيعي، وجود ناتج عن نضال طويل جدا، نضال في مختلف الساحات الفكرية والدعوية والسياسية. نحن حزب وطني افتك صفته الوطنية بالكفاح بالنضال. نحن في بداية التسعينيات يعني تحت قيادة الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله، يعني كان موقفنا واضحا من التطرف من الإرهاب، وقلنا بأن هذه المسارات العنفية لا تخدم المشروع الإسلامي ولا تخدم الأمة الإسلامية ككل ولا تخدم أوطاننا. يعني فكان موقفنا واضح، ودفع عن الثمن يعني غاليا، قتل من العدد الكبير يعني من طرف الجماعات المسلحة، كانت كثير من الحركة الإسلامية في العالم العربي والإسلامي في الحق يعني لا تفهم موقفنا. بعدين كل الحركة الإسلامية صارت تفهم هذا الموقف وصارت تتبعه، وصارت تعتبرنا حركة رائدة في مسألة التميز عن العنف وانتهاج العمل السلمي. ثم بعد ذلك رأينا بأن الحركة الإسلامية يجب أن تتحلل من هذه العقدة لتمارس السياسة على أصولها، أن لا تشعر بالعقدة، أن, 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 أن تركز على الوظيفة الحزبية التي هي تقوم على ركيزتين أساسيتين، العمل من أجل التنمية والعمل من أجل الحريات. فإذا كان الحزب يوجد في بلد فيه ديمقراطية، فيه تداول سلمي على السلطة حقيقة، الأولوية هي التنمية. لأن ما هو دور الحزب؟ دور الحزب هو أن يخدم وطنه، أن يحقق نهضة في البلد، أن يطور اقتصاد البلد، أن يحسن معيشة الناس، أن يحسن الخدمات للمواطنين على مستوى التعليم، على مستوى الصحة، على مستوى النقل، على مستوى المواصلات، على مستوى الاتصالات، أن يطور الجامعات، أن يحقق قوة اقتصادية وقوة صناعية كبيرة، أن يحقق أمن غذائي حقيقة. هذا دور الحزب. فنحن يجب أن نتعامل مع الشأن السياسي بهذه الأهداف. وإذا كان البلد لا توجد فيه ديمقراطية بطبعة الحال يصبح الواجب على الحزب الإسلامي كغيره من الأحزاب أن يكافح من أجل الحريات، أن يناضل من أجل الحريات، لأنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إن لم تتوفر الحرية لن يستطيع هذا الحزب، سواء كان إسلاميا أو بأي انتماء آخر فكري، لن يستطيع أن يحقق التنمية، لن يستطيع أن يطبق برنامجه. فيصبح الكفاح من أجل الحريات هو واجب يعني. وهذا فإذا كان البلد بين يعني توجد فيه مساحات حرية تسمح بالوجود في المجالس المنتخبات، تسمح في الوجود في البرلمان، ربما في نوع من المشاركة في الحكومة، ولكن لا يصل هذه هامش الحرية لا يصل إلى مستوى التداول الحقيقي، لا يسمح لك بأن تطبق برنامجك. فيصبح الحزب يشتغل من جهة في إطار التنمية، يجب أن يكون له برنامج، أن تكون له قدرة على أن يكون في الحكم، أن تكون له مثل ما نسميه نحن حكومة الظل يعني اللي موجودة في الفكر الأنجلوساكسوني الذي نسميه نحن اللجان القطاعية المتخصصة، أن تكون لك رؤية للبلد، أن يكون لك برنامج البلد، أن تكون لك موارد بشرية قادرة على تشريف حزبها في المجالس المنتخبة في البرلمان، وكذلك في نفس الوقت تكافح من أجل الحريات. نعم يعني نعم. بالطبع هذا بالمناسبة دكتور، نعم عفوا للمقاطعة، هو تماما ما تختلفون به مع السلطة، تختلفون في مسألتين كما تعبرون دائما. نعم. المسألة الأولى تتعلق بالملف الاقتصادي، والثانية بالملف الحريات، وقد تفضلت بالحديث نعم. عنهم، لكن سنأتي إلى ملف الحريات مرة أخرى للحديث في موضوع الانتخابات ومدى شفافيتها ومدى نزاهتها. لكن في الموضوع الاقتصادي دكتور، ليست المسألة متعلقة على ما يبدو عندكم في الجزائر بسياسات الاقتصادية في البلاد، بقدر ما هي متعلقة بانتقال الحكم من العسكريين أو العسكر إلى أصحاب الاقتصاد أو أهل الاقتصاد. هل هذا ما يجري حقيقة هناك؟ لا، ليس دقيقا هذا الأمر. النظام السياسي في الجزائر لم يتغير منذ الاستقلال إلى يومنا هذا. يعني النظام الجزائري محكوم من أعلى، يعني محكوم بشراكة بين المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية. يعني عادة منذ الاستقلال، يعني منذ الانقلاب على الحكومة المؤقتة بعد الاستقلال، يعني لما قيادة الأركان في الحقيقة التي يعني مسكت الحكم وتحالفت مع الوجه السياسي البارز في ذلك الوقت الذي هو بن بلة، يعني دائما المؤسسة العسكرية هي التي تسند أو هي التي يعني
تتوصل إلى اختيار الرئيس، ثم تترك له مساحة في العمل المدني، في مجال التنمية، في مجال الاقتصاد، ولكن يبقى البلد محكوم من القوتين، قوة المؤسسة العسكرية ورئاسة الجمهورية. إذا كان هناك توافق بينهما سيكون الحكم يعني مستقرا ضمن رؤيتهم. إذا وقع اضطراب بين الرئاسة وبين المؤسسة العسكرية، غالبا المؤسسة العسكرية هي التي تتغلب، فلذا يعني لم يتغير بالمجمل، لم يتغير هذا الأمر يعني كثيرا، ولكن في عهد بوتفليقة كاد الحكم ينتقل، في عهد بوتفليقة كاد الحكم ينتقل من حكم عسكري إلى حكم رجال المال والأعمال، لأن بوتفليقة لما جاء الحكم بطبعة الحال كان القوة الوحيدة التي تقف في وجهه هي المؤسسة العسكرية، وهو كان يعتبر بأنه هو أحق بالحكم بحكم الخلفية التاريخية تاعه، بحكم الاحتياج إليه كذلك، فبدأ يحول مركز الحكم من المؤسسة العسكرية إلى مركز المال والأعمال، وحقق في ذلك نتائج كبيرة جدا، وفعلا حقيقة أصبح رجال المال والأعمال يعني لهم اليد الطولة، وأصبحت لهم يعني سيطرة كبيرة جدا، ولكن الحراك الشعبي الذي حدث في الجزائر يعني قلب هذه المعادلة كلية يعني، وهذه القوى المالية التي تشكلت في عهد بوتفليقة يعني كلها يعني ضعفت، ورجع الحكم إلى ما كان عليه يعني. للأسف الشديد الأولوية في الجزائر ليست للاقتصاد إلى يومنا هذا. لماذا؟ لأن البلد يعني متحكم فيه، ولا توجد حرية كافية لتحقيق التنافس الاقتصادي، لأن الاقتصاد لا ينجح إلا في إطار الحرية، إلا في إطار الحرية المطلقة، الحرية بالطبع التي يضبطها القانون، ولكنها مطلقة في إطار التنافس يعني، لأن الإبداع لا يأتي إلا بالحرية، كما يقول رأس المال جبال يعني. الجزائر هي من البلدان الحق الضعيفة من حيث استقطاب رؤوس الأموال، يعني سواء رؤوس الأموال الداخلية أو الخارجية، نحن نصف الكتلة المالية في الجزائر الداخلية هي في القطاع الموازي، القطاع الغير معلن يعني، وكذلك رؤوس الأموال الخارجية الجزائر ليست وجهتها يعني بشكل أساسي، بسبب يعني كثير من الأسباب المتراكمة الموجودة من قبل، مش فقط في هذه الفترة هذه، ولكن في بعضها يتعقد أكثر، وهو بطبع الفساد، وهو الثقل الإداري، وهو التدخل السياسي، وهي المحاباة وغير ذلك يعني. فلذلك في الحقيقة ولا يزال هذا التحدي قائم، نعم لا يزال هذا التحدي قائم الذي ينقص الجزائر، هو رؤية اقتصادية إلى حد الآن يعني لا توجد رؤية اقتصادية، يعني مثلا حينما تكون أسعار البترول مرتفعة جدا تصبح هناك وفرة مالية كبيرة، يعني النظام السياسي يتجه إلى شراء السلم الاجتماعي، يتجه إلى الإرضاء العام للكثير يعني من المواطنين، ولكن بدون رؤية اقتصادية، يعني معناه يصبح المواطن يعتمد على الدولة أكثر، ولكن الحل الحقيقي في تحقيق الاستقرار وتحسين معيشة الإنسان هو حينما يكون المواطن يعتمد على العمل، على قيمة العمل، يعني حينما تصبح رؤية الدولة أنها توفر فرصة لبناء المؤسسات الاقتصادية خاصة في القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة، القطاع العام في المجال الاستراتيجي فقط، ولكن في مختلف المجالات وفي القطاع الخاص، يعني حينما الدولة تنجح في توفير بيئة أعمال، تنجح في توفير ظروف قانونية وسياسية وأمنية وإدارية ومالية وبنكية وكذلك تكوينية وعلمية، عندئذ القطاع الخاص يستطيع أن يتوصل إلى خلق الثروة، لأن خلق الثروة يأتي عن طريق المؤسسة الاقتصادية. الجزائر محتاجة إلى 2 مليون مؤسسة اقتصادية حتى تخرج من تبعية البترول يعني. فدائما لما يكون أسعار البترول مرتفعة والوفرة المالية موجودة، النظام السياسي لا يهتم كثيرا لبناء هذه البيئة حتى يصبح الاقتصاد مليء العمل. هذا فيما يتعلق بملف الاقتصاد دكتور، ودائما كانت لديكم ملاحظات عليه. ماذا عن ملف الحريات الذي أشرتم له سابقا، ولا سيما فيما يتعلق بموضوع الانتخابات ومدى نزاهتها؟ لدينا تجارب في أكثر من دولة مغربية، في تونس وفي المغرب كانت فيها الانتخابات نوعا ما أكثر شفافية ربما ونزاهة من الحالة الجزائرية. في هذا الموضوع تحديدا كيف تعقبون؟ والله في الحق الجزائرية مثل البلدان العربية يعني، لا توجد فيها حريات ولا توجد فيها فرصة حقيقية للتداول السلمي على السلطة، يعني التعامل مع الشأن السياسي، مع الأحزاب، مع الحركات الإسلامية إذا شئت يعني، في العالم العربي فيه منهجين، في منهج الاستئصال الذي لا يسمح بأي هامش يعني من الحريات،
مثل ما هو موجود في مصر، مثل ما هو موجود في بلاد الخليج، مثل ما هو موجود يعني سابقا يعني قبل الربيع العربي في سوريا وفي العراق وغير ذلك. يعني هذه يعني بلدان لا تسمح بأي هامش من الحرية، وفي بلدان تعتمد المنهج الإدماجي، أي أنها تسمح بمساحات حرية، ولكن الهدف ليس التداول السلمي على السلطة، الهدف هو جلب القوى السياسية واحتوائها واحتوائها ومحاولة إفسادها ووضعها في مواجهة الشعب، يعني دون أن تكون لها قدرة حقيقية وأدوات حقيقية، أدوات حكم، أدوات دولة حقيقية لتحقيق النهضة وتحقيق الطفرة الاقتصادية. الجزائر والمغرب العربي ضمن هذا الصنف، يعني هي دول فيها هوامش حرية، بالطبع هذا الوضع أفضل من المجال الاستئصالي بكل تأكيد، لأن مهما يكون يسمح بمجال الحريات ويمكن الأمور تتطور شيئا فشيئا، يعني لصالح البلد ولصالح الدولة ولصالح كل القوى السياسية. الجزائر إذن هي ضمن المغرب العربي، بالطبع فيه في المشرق كذلك بعض الدول اللي فيها هوامش حريات، لو نتكلم عن الخليج مثلا لا يمكن أن نشبه ما يوجد في الكويت مع الدول الأخرى، يعني الكويت فيها هامش حريات، هناك تباين، يعني مثلا في اليمن قبل الفتنة اللي موجودة في اليمن كان كذلك فيها مش حريات، في الأردن فيها هامش حريات، ولكنها كلها ضمن سقف محدد لا يسمح بتحقيق التداول السلمي على السلطة. المشكلة الأساسية في المنهج الإدماجي هو التزوير الانتخابي، يعني الانتخابات ليست حرة، يعني هي ليست حرة إما بسبب القانون الذي لا يسمح بالتداول أو بسبب التزوير الانتخابي. يعني نحن في الجزائر ضحية للتزوير الانتخابي منذ بداية التعددية، يعني 1995، يعني لو كانت الانتخابات حرة ونزيهة لكان الشيخ محفوظ نحناح هو رئيس الجمهورية. 1997 لو كانت الانتخابات حرة ونزيهة لكانت حركة مجتمع السن هي التي قادت الحكومة. يعني هذا الذي أقوله يقوله مسؤولون، هم الذين زوروا الانتخابات وهم الذين كشفوا عن ذلك وقالوا بأن زوروا الانتخابات، وبقي التزوير الانتخابي إلى يومنا هذا، إلى آخر انتخابات يعني تشريعية، يعني للأسف كانت كذلك يعني مزورة وتسمح بهامش من العمل. نحن نتعامل مع الواقع، نتعامل مع المتاح، نبحث على تغيير شروط المنافسة السياسية بمحاولة تغيير موازين القوى بما يحفظ البلد ويضمن استقرار البلد، ولكن يعني يحدث ضغط كافي على النظام السياسي لكي يقتنع بالحرية. كذلك نعتمد التوافقات، نحاول أن نقنع الأطراف الأخرى سواء على مستوى السلطة أو على مستوى الأحزاب حتى يفهم الجميع بأن مصلحة البلد هي في التوافقات، مصلحة البلد هي في التحالفات الوطنية الكبرى من أجل مرحلة هي مرحلة الانتقال الديمقراطي، حتى يطمئن الجميع بعضهم بعض، يعني حتى يقتنع الجميع بأن الجميع خاسر بعدم وجود حرية. لا يمكن للتنمية أن تتحقق إذا ما فيش حرية، لأن شرط التنمية هو الرقابة على الشأن العام، لأن الخطر الكبير على التنمية هو الفساد، والفساد لا ينهيه أو لا يعدم أثره إلا التدافع. نعم. يعني ما يسمى يعني عندنا نحن في الفكر الإسلامي ما يسمى بالتدافع، يعني في قوله تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. لا يمكن بأي حال من الأحوال لا يمكن للفساد أن يتوقف إلا إذا كان هناك تدافع. في الدول المتحضرة التدافع يكون منظم، يكون قانوني، يكون سلمي. يعني فلذلك نحن نحاول أن نقنع الجميع بأن مصلحة الجميع هي في تدافع على أساس القانون، على أساس صوت المواطن، على أساس الانتخابات، ولذلك نسعى دائما لإبرام التحالفات، لإطلاق مشاريع التوافقات. أنا عندي كتاب يعني من الكتب التي ألفتها، كتاب كبير يعني ضخم، يعني أدرجت فيه كل مشاريع التوافقات والتحالفات التي بدأناها منذ 1989. الكتاب عنوانه مبادرات لحل الأزمات. يعني فالحركة لها خبرة كبيرة، لها خبرة كبيرة جدا في إبرام التحالفات، في البحث على التوافقات، يعني ولا يزال الطريق يعني مستمر، لا يزال الطريق مستمرا. إذا نجحنا في تحقيق التوافق أو وصلنا إلى التداول على أساس الديمقراطية إن شاء الله الأمور ستكون بخير. إذا لم ننجح والنظام السياسي لم يقبل الديمقراطية وبقي في الضعف الاقتصادي، بكل تأكيد ستكون حلول أخرى وهي حلول الشارع،
ستكون حلول يعني من المواطن كما حدث في الحرك الشعبي، كما حدث في 5 أكتوبر في الجزائر، كما حدث في العالم العربي في الربيع العربي، يعني حينما لا تستطيع الأحزاب أن تحل المشكل ويستمر النظام السياسي كذلك في التعنت مباشر مع المواطنين، الحل سيكون من الشعب. نعم. لأن في آخر المطاف الناس تهمهم معيشتهم ويهمهم كرامتهم. دكتور عبد الرزاق، للحديث بقية في النقطة التي تفضلت بها مبادرات لحل الأزمات في هذا الكتاب المهم، كنت قد عددت سؤالا في هذا المحور، التحولات في الحركات الإسلامية وكيف يمكن للحركات الإسلامية أن تستفيد من تجربة حركة مجتمع السلم في الجزائر، بعد فاصل قصير بحول الله، ظلوا بالبقاء معنا. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة، وهو أيضا مؤلف وسياسي وبرلماني جزائري سابق. مرحبا بك دكتور مرة أخرى. قبل أن ننتقل إلى موضوع التحولات في الحركات الإسلامية وما طرأ عليها، وإذا كانت ثمت خصائص وفروقات واضحة بين الحركات الإسلامية في المغرب وفي المشرق العربي، دعنا نتوقف عند نقطة مهمة تتعلق أيضا بالشأن الجزائري وتطالبون بها دائما وهي على رأس أولوياتكم، وهو أنه يجب إنهاء كل مخلفات الاستعمار الفرنسي في الجزائر بكل أشكالها. هل يعني تعتقد بأن هذا ممكنا وبأن هناك فعلا وسائل وأدوات تساعدكم على ذلك؟ العالم العربي والإسلامي بشكل عام وكثير من الشعوب الأخرى يعني ابتليت بفترة قاسية جدا، هي فترة استعمار، يعني حينما الدول الأوروبية يعني غزت الكثير من الدول وعلى رأسها العالم العربي والإسلامي، و أخذت خيرات يعني هذه الشعوب وعملت على محو هوية وحضارة هذه الشعوب. يعني الجزائر هي بلد من هذه البلدان وتعرضت لأعتى وأقصى وأسوأ وأخطر استعمار هو الاستعمار الفرنسي، لأن الاستعمار الفرنسي حينما دخل الجزائر دخل من أجل أن يفعل بالجزائري مثل ما فعل الإسبان والبرتغال والإنجليز والفرنسيين في الأمريكيتين، يعني معناه محو شعب بكامله بالإبادة الجسدية المباشرة بالإبادة الثقافية. هم نجحوا بطبع الحال في أمريكا الجنوبية وأمريكا الوسطى وحتى في أمريكا الشمالية، ولكنهم لم ينجحوا في الجزائر بسبب الإسلام، تشبث الناس بدينهم وبهويتهم. ففرنسا يعني تورطت في إبادات شعبية، يعني معناها هناك أرقام تقول بأن فرنسا قتلت يعني 10 مليون جزائري، يعني معنى أكثر من نصف الجزائريين. رئيس الجمهورية أعلن عن الرقم الذي صار الآن يعني رسميا، قال 7 ملايين. الرئيس الفرنسي قال بأن فرنسا يعني قتلت في الجزائر أكثر من 7 ملايين، يعني إبادة جماعية بكاملها وإبادة ثقافية، تجهيل بكامله، يعني معناها تدمير المدارس التي وجدتها فرنسا. فرنسا حينما دخلت الجزائر كان 90% من الشعب الجزائري يقرؤون ويكتبون، لما خرجت 90% لا يقرؤون ولا يكتبون، يعني معناها كانت عملية تجهيل وكذلك يعني محو الانتماء الثقافي والحضاري وأخذ أراضي الجزائريين. يعني وكذلك كان الاحتلال احتلالا إحلاليا استيطانيا تقريبا كما نراها الآن في فلسطين. نعم استيطانيا، يعني جاءوا بشذاذ الأفق من كل مكان، يعني وصارت هناك يعني أعداد كبيرة من الفرنسيين والأوروبيين. وبعد الاستقلال بقيت فرنسا آثارها الثقافية ولوبياتها داخل المجتمع وداخل مؤسسة الدولة قوية جدا جدا، يعني لولا تشبث الناس بدينهم وبهويتهم لكانت الجزائر مثل الدول الإفريقية التي بقيت فرنسا تستعمرها عمليا، ولو أنها خرجت يعني معنى أخذت استقلال السياسي ولكن اقتصادها مرتبط بالبنك المركزي الفرنسي، يعني عملة سيافا اللي هي عملة دول إفريقيا الغربية، هذه العملة تسمى سيافا، هذه مرتبطة بالبنك المركزي الفرنسي، وفرنسا تبني اقتصادها على أساس خيرات الأفارقة. لم الآن تستطع... بدأ هناك نوع من الاستقلال الآن في الآن في بدأ يعني نوع من الحراك يعني في مالي في النيجر في بنين في السنغال المفكرين وفي جمعيات ومنظمات لم تستطع أن تتوصل إلى هذا الاستيلاب الكلي، ولكن بقيت أثارها كبيرة جدا مؤثرة على الثقافة،
مؤثرة في التعليم، مؤثرة في الاقتصاد، لها لوبياتها، لها من يخدمها داخل مؤسسة الدولة، داخل المجتمع. ونحن نعتقد بأنه لا يمكن للجزائري، لا يمكن للخلاص، لا يمكن للجزائر أن تحقق نهضتها ما لم تنهي الوصاية الفرنسية، تنهي الوصاية الفرنسية الثقافية والاقتصادية، يعني الثقافية والاقتصادية والسياسية وغير ذلك. يعني بالطبع الطريق إلى ذلك هو وعي الجماهير، وعي المثقفين، هو تحالف النخب من مختلف التيارات، لأن الذين يرفضون الوصاية الفرنسية ليسوا فقط الإسلاميين، يعني جزء كبير جدا من التيار الوطني يرفض هذا، الشباب بمجملهم يرفضون هذا. يعني لذلك حينما يكون هناك تحالف بين مختلف القوى الوطنية بمختلف انتماءاتها لإنهاء الوصاية الفرنسية سيتحقق ذلك. بالطبع هذا يتطلب كذلك صحوة ووعي داخل الدولة الجزائرية، داخل الدولة الجزائرية فيه قوى وطنية ترفض هذه الوصاية ولها غير على سيادة الجزائر، يعني عليها أن تقوم بواجبها في مواجهة اللوبيات الموجودة كذلك داخل الدولة، ولكن في آخر المطاف الذي يضمن يعني الاستقلال الكلي للجزائر وتجسيد بيان أول نوفمبر الذي ينص على أن الهدف من الثورة هو إقامة الدولة الجزائرية الديمقراطية الشعبية الاجتماعية ذات السيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية، وكذلك تحقيق وحدة شمال إفريقيا ضمن إطارها الطبيعي العربي الإسلامي. تجسيد هذا المبدأ بيان أول نوفمبر الضمان الأساسي له هو الحريات، هو الديمقراطية، لأن حينما يكون الذين ينجحون في مؤسسات الدولة على مستوى البرلمان على مستوى الحكومة يعني هم أبناء الشعب، هم الذين يختارهم الشعب، يختارهم الشعب بكل حرية، بعيد عن التزوير، بعيد على الانقلابات الخفية والعلنية، عندئذ بكل تأكيد ستنتهي الوصاية. الضمان الأساسي هو الحرية والديمقراطية، ولكن قبل ذلك وبعده وأثناءه يجب على النخب أن تقوم بواجبها، على مختلف القوى الوطنية بمختلف انتماءاتها أن تتحالف من أجل المحافظة على سيادة البلد في مواجهة هذه الوصاية. نعم دكتور، ننتقل إلى محور التحولات في الحركات الإسلامية التي حصلت في السنوات الأخيرة في أكثر من مكان، سواء في المشرق العربي أو في المغرب العربي. ويقال دائما أن ثمت خصائص تميز الحركات الإسلامية في المغرب عن مثيلاتها في المشرق، ما أهم تلك الخصائص أولا؟ هي في الحقيقة الخصائص هي قديمة ليست جديدة، يعني معناها منذ قرون في تاريخ الحضارة الإسلامية المغرب العربي، يعني الخصيصة الأساسية هي العقلانية. يعني مثلا لو ترى مثلا الكتب الكبرى التي ألفت في تاريخ الحضارة الإسلامية ستجد بأن المغاربة يقلون، ولكن حينما ينتجون يعني كتبهم يكون لها دور كبير جدا. حينما نتحدث على مثلا فقه المقاصد اللي سيده هو الشاطبي بطبيعة الحال في كتابه الموافقات، حينما نتكلم على ابن خلدون المقدمة في العقل التي صارت يعني هي المرجع الأول يعني في علم الاجتماع، في فقه السنن وغير ذلك. يعني حينما نتحدث على المتأخرين أمثال مالك بن نبي، نتحدث على الطاهر بن عاشور، على يعني نتحدث على العلة الفاسي، يعني هؤلاء يعني مفكرين متميزين وفكرهم يتميز بالعقلانية. هم يعني لا يكثرون، ولكن مؤلفاتهم تترك أثر كبير يعني في الحضارة الإسلامية بشكل عام. في الحركات الإسلامية ما تتميز به الحركة الإسلامية في هذه المرحلة هي العقلانية، يعني معناه يعني الحركة الإسلامية في المغرب العربي لا يوجد في وسطها نقاش كبير حول قضايا فيها نقاش كبير، مثلا دور المرأة، مثلا الحسم في مسألة الديمقراطية، الحسم كذلك حتى في المنهج، يعني المنهج السلمي، يعني المغرب العربي حسم فيه في وقت مبكر جدا جدا. أنا كنت أقول لك نحن يعني في التسعينيات حينما رفضنا المنهج العنفي، يعني كان كثير من الدعاة وكان كثير يعني من العلماء يختلفون يعني معكم، يختلفون معنا والحق يعني يتشددون علينا كثيرا، يعني ولكن احنا تحملنا مسؤوليتنا يعني وفصلنا في الموضوع، يعني في ما يتعلق بالطبع بعد احداث سبتمبر يعني الامور حسمت نهائيا يعني، ولكن في المشرق كانت هناك يعني تداخل
في القناعات، تداخل في القناعات يعني. فنحن نفرق بين العمل السياسي الذي يجب أن يكون يعني سلميا، وبين الجهاد المسلح الذي يكون في فلسطين أو ضد الاحتلال أو أي ضد أي احتلال يعني. كذلك في موضوع دور المرأة، نحن منذ عقود يعني الموضوع محسوم يعني، المرأة لها مكانتها في الأحزاب الإسلامية، في الحركات الإسلامية، لها عضويتها في المجالس، لها عضويتها في على المستوى القيادي، لا يطرح هذا أي مشكل بأي شكل من الأشكال. كذلك ما يتعلق بالعلاقة بالحكم يعني، العلاقة بالحكم ليست علاقة معناها عاطفية أو اندفاعية، هي علاقة عقلانية. مثلا أنا كنت أقول لك نحن علاقتنا بالحكم هي علاقة عقلانية، لسنا ممن يعني يتشنج ويدخل في صدام مع الأنظمة، ولكن لسنا كذلك ممن يعني يقبل الاستيلاب ويقبل الاندماج يعني بكل سهولة، ويترك يعني يترك معناه انتماءه ويترك برنامجه يعني. فهناك يعني قدر كبير، لكن أحيانا هذه كذلك في العلاقات مع الغير، نعم. العلاقات الدولية يعني معناه الحركات الإسلامية لا تجد مشكل في الاتصال بالعالم، لا تجد مشكل ربما قربها من أوروبا يساعد على ذلك، قربها كذلك حتى في على المستوى الأطلنطي يعني من أمريكا يعني، التحكم الكبير في لغات متعددة ومتنوعة يعني يجعل الحركة الإسلامية لها علاقات متشابكة مع أوروبا، علاقات متشابكة مع الغرب يعني. أنا إلى وقت كبير يعني كان هناك يعني بعض الحركة الإسلامية يعني تمتنع عن الحوار مع الغرب يعني، أنا أذكر ذلك جيدا. هناك من يمتنع في الحوار مع الغرب لسبب إيديولوجي، وهناك من يمتنع عن الحوار مع الغرب لسبب الخوف من الأنظمة، الخوف يعني من نحن لا ليس لنا أي مشكل، نحن نتحاور مع الجميع، نحن عندنا دولة واحدة فقط يعني نقاطعها وهي إسرائيل، هو الكيان الصهيوني، أما غير ذلك نحن منفتحون مع مختلف القوى. نعم. لكن دكتور يعني ما تفضلت به كلامه، طبعا حينما اقول هذا الكلام هذا لا يعني بان هذا مش موجود في المشرق، هذا موجود في المشرق صحيح يعني، صحيح يعني موجود في المشرق، لكن هو انت يعني موجود يعني وجود كثير من الافكار العقلانيه، الافكار يعني التقدميه في المشرق يعني، ونحن نعرف اصدقاء كثر يعني في هذا المستوى، بعضهم يفوقون في هذا المستوى، ولكن المغرب هي سمة عامة. ليست يعني خصوصيه، ولكنها سمه عامه عند المغاربه يعني. لكن هذه السمة العامة حتى وجودها في ظل وجود الأنظمة الحالية بدت يعني محرجة في الحقيقة في التعاطي والتناول، بمعنى أنه إذا نظرنا إلى التجربة في تونس نرى أنها كانت مؤلمة للغاية ديمقراطيا في الانتقال الديمقراطي، وأن كل ما تقدمت أو قدمته النهضة هناك جاء بنتائج عكسية. الآن في المغرب كذلك سمح لهم بالمشاركة في الانتخابات، وكان على ما يبدو هذا رأيكم كان فخا بالنسبة صحيح. لهم للدخول في الحكومة. إذن حتى هذه العقلانية لا ليس الفخ دخوله في الحكومة، الفخ هو التطبيع. نعم التطبيع. لذلك يا دكتور كيف يمكن الانتباه لهذه الأشياء؟ وهذا ينقلني للسؤال المحوري في هذه النقطة، والمتعلق بالالتفات والاستفادة من تجربة حركة مجتمع السلم في الجزائر، التي دائما تقولون بأن على الحركة الإسلامية أن تستفيد منها أو تلتفت إليها. ويجب أن نفرق بين الجانب الفكري والجانب السياسي يعني. ما تفضلت به في حديثك عن التجربة التونسية والتجربة المغربية هذا يدخل في الإطار السياسي، يدخل في إطار التدافع السياسي، في الأخطاء السياسية التي يمكن أن تقع يعني. أما على المستوى الفكري يعني لا توجد في الحقيقة يعني إشكالات كبيرة يعني، سواء عند إخواننا في تونس أو إخواننا في العدل والتنمية يعني، تقريبا فيه توافق كبير في المجال الفكري، ولكن تقع أخطاء كبيرة جدا في الجانب السياسي. بالطبع هذا حكمنا نحن، حكمنا على هذه الأخطاء التي وقعت، ولكن لكل أهل بلد تفسيراتهم وآرائهم في هذا الموضوع يعني. أخطاء سياسية في كيفية التعامل مع الاستبداد، لأن المشكل الحقيقي فيما وقع في تونس وما وقع في المغرب هو نفس السبب الذي نعاني منه نحن في الجزائر، ويعاني منه إخواننا في يعني في المشرق، وهو الاستبداد يعني. المشكل الأساسي الجوهري هو الاستبداد سواء في ملمحه الاستئصالي أو في ملمحه الإدماجي يعني. ما حدث يعني في العدالة والتنمية يعني هم ضحايا التوجه الإدماجي يعني، عمل النظام المغربي على إدماجهم
وبعد ذلك وقعوا في حرج كبير في تحديد سقف التنازلات الذي يجعل النظام المغربي الذي يجعل المخزعي يقبلهم، فذهبوا بعيدا يعني، واخطأوا اخطاء استراتيجيه كبيره جدا يعني، لامست مبادئهم ولامست قناعاتهم يعني بشكل أساسي. ولكن الدافع إلى ذلك هو الجانب السياسي. أنا مثلا دائما كنت في حوار مع إخواننا في حركة النهضة في تونس، وقلهم أنتم عندكم مساحة حرية يعني بهذا الحجم، وأنتم تجعلونها بهذا الحجم يعني، معناته تقلصون منها، وش حرية المتاحة لكم؟ الهدف يعني فرض رقابة ذاتية على الذات وتقليصها، ومش الحرية المتاحة بالطبع، هو محاولة إرضاء الآخر، محاولة يعني طمأنة الآخر، طمأنة الأنظمة المتحكمة، القوى النافذة، طمأنة قوى الجوار، طمأنة القوى الخارجية. نحن في حركة المجتمع السلمي الموضوع هذا حسمناه، نحن أدركنا بأنه لا توجد طمأنة، لا يمكن طمأنة هؤلاء، لأن السياسة هي ميزان قوة. أنت حينما تمارس عملك السياسي السلمي ضمن منهج الوسطية والاعتدال، أنت تمارسه لأنك مقتنع به، لأنك مقتنع بأن هذا هو منهجك، ولكن أنت لا تزيد في هذا الهامش من أجل طمأنة الآخر. الآخر لن يطمئن لك، الآخر يريد إنهائك، إما بالاستئصال أو بالإدماج، إما أنه لا يسمح لك بأن تذهب للصندوق، أو يجعلك تخسر في الصندوق مع بعد مدة يعني. فلذلك أعتقد بأن بعض الحركات السامية قبلت هذه الهوامش الإدماجية يعني، وهي أخطاء سياسية كبيرة جدا. نحن في حركة المجتمع الموضوع حسمناه، السياسة ميزان قوة، أنت عليك أن تتقوى، أن تتقوى اجتماعيا، أن تتقوى سياسيا، أن تتقوى على مستوى الرأي العام، بدون رسائل طمأنة زائدة عن الحد يعني لا يوجد في السياسة شيء يسمى طمأنة. ربما هذا بسبب أن بعض الحركات الإسلامية، أنت بإمكانك أن تقول أن في هذه المرحلة أستطيع أن أفعل كذا، أن أفعل كذا يعني، ويكون الأمر علني وواضح ومشروع يعني للناس يعني. ولكن إذا تعتقد بأنك أنت تقول كلام يرضي الآخر فيسمح لك بأن تنتقل للسلطة، هذا يستحيل يعني. هل تعتقد دكتور بأن ذلك قد يكون سببه أن تلك الحركات ما زالت بشكل أو بآخر مسكونة بالعهود الماضية، بما حصل بالضبط معها بالعهود بالضبط الماضية؟ هذه العقد التي حدثتك عنها في البداية. الحركة السامية لا تعتبر نفسها حزب عادي، فهي تحمل هذه الموروث القديم يعني، وهو الذي يملي عليها أفكارها وممارساتها. على الأحزاب السامية تعتبر نفسها بأنها أحزاب وطنية عادية، وتمارس السياسة على أصولها من أجل التنمية أو من أجل الكفاح من أجل الحرية. فيما يتعلق بسؤالك في الحقيقة، أو كيف يستفاد من التجربة الجزائرية، في الحقيقة يعني دونت تجربتي لسنوات، لعقود طويلة، وملاحظاتي كذلك على ما هو موجود في العمل الإسلامي بشكل عام، وكذلك من خلال الخبرة والتجربة، في كتاب صدر قبل تقريبا يعني نصف شهر يعني، عنوانه الاستنهاض الحضاري وتحدي العبور، أصدرته بمناسبة منتدى. سنأتي للحديث عنه دكتور إذا سمحت لي يعني في وقته. إجابة على سؤالك. تمام. نستأنف ذلك إن شاء الله بعد فاصل قصير مع فضيلة الدكتور عبد الرزاق مقري. فاصل ونواصل هذا اللقاء الخاص. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذا اللقاء الخاص. مرحبا بضيفي فضيلة الدكتور عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة والسياسي، والمؤلف الجزائري. مرحبا بك معنا دكتور مرة جديدة. دكتور، ما تفضلت به كلام في الحقيقة مهم، وأنا عندما أستعرض هذه السيرة الذاتية المباركة ما شاء الله، نحن أمام عناوين كثيرة جدا وزاخرة و متنوعة، كلها أو معظمها تتحدث عن الجوانب الحضارية والثقافية والفكرية لهذا المشروع الإسلامي، وكيف يمكن أن نستفيد من هذه الأفكار. مسألة حاجة الحركات الإسلامية دائما إلى تجديد الخطاب، وقبل الخطاب تجديد الفكر، هذه مسألة مهمة في هذا العالم المتحرك. نحن الآن نعيش في عالم كأننا نقف على رمال متحركة. كيف يمكن الاستفادة من هذه الأفكار دكتور بشكل أو بآخر في تطبيقاتها على أرض الواقع؟ كما كنت أقول، في الحق كل هذه الأفكار يعني، أو جزء كبير منها يعني، جعلتها في هذا الكتاب، ولكن للتدقيق في الإجابة على سؤالك، يجب أن ننتبه
بأن الحركة السياسية دخلت في مرحلة جديدة لا تشبه المراحل القديمة السابقة التي كانت عليها. الحركات الإسلامية نشأت في أواخر عشرينيات القرن الماضي بعد حدث تاريخي عظيم غير مسبوق في تاريخ الأمة الإسلامية، سقوط الخلافة. هو سقوط الخلافة، يعني لأول مرة في تاريخ المسلمين يصبح الحكم بعيدا عن الشريعة. بالطبع حينما أقول بعيد عن الشريعة لا يعني بأن كل الأمراء والحكام والدول التي كانت يعني قبل ذلك كانت كلها ملتزمة بالإسلام، يعني كانت هي تقترب وتبتعد عن الإسلام، ولكن الإطار العام هو إطار الإسلام والشريعة الإسلامية. لأول مرة في التاريخ يبعد الإسلام كلية عن الحكم، ونشأت العلمانية ونشأ الحكم الجبري بطبيعة الحال الذي أصبح يصادم الفكر الإسلامي، لأن الحضارات تقوم وتنهض على نفس، تقوم ثم تسقط بنفس القواعد. الحضارات تبدأ فكرة يحملها رجال، هؤلاء الرجال يكونون لها عصبة، هذه العصبة تفلح في نشر الفكرة في المجتمع حتى تنتشر في المجتمع وتصبح غير قابلة للاستئصال. في علم الاجتماع حتى الاجتماع العصري إذا فكرة صارت يعني راسخة في المجتمع ومنتشرة في المجتمع ستنتقل الدولة، لا يهم من سينقلها ولكن ستنتقل، مدام الفكرة أصبحت فكرة منتشرة في المجتمع راسخة في المجتمع ستنتقل للدولة. حينما تنتقل الفكرة بالدولة، بالطبع هي حينما تكون في المجتمع تحقق صحوة، حينما تنتقل للدولة هنا هذه الفكرة ستعتمد على الإمكانات المادية للدولة، على شوكة الدولة، على حماية الدولة، على مؤسسات الدولة، فتحقق نهضة، فتنتقل الفكرة من الصحوة في المجتمع إلى النهضة في الدولة. فحينما يتراكم المنتوج الحضاري لأمة ناهضة وتصبح المنتجات التي تصنعها هذه الدولة الناهضة منتجات مقبولة في العالم، بل تنافس منتجات الغير، سواء المنتجات الفكرية العلمية القيمية أو المادية الصناعية ومختلف المنتجات المادية، حينما تصبح لها قبول ولها قدرة تنافسية كبيرة ولها غلبة في مختلف أسواق العالم، عندئذ تنتقل الأمة من النهضة إلى الحضارة. وحينما تسقط الحضارة تبدأ بالاتجاه المعاكس، أول ما يسقط هو الحضارة وليست الدولة. فلذلك الحضارة الإسلامية نستطيع أن نقول بأنها بدأت في تراجع كبير جدا في القرن 15، ولكن الدولة لم تسقط إلا في بداية القرن 20، فتبدأ الحضارة هي التي تسقط وتبقى الدولة تسير بالموروث السابق، لا تضيف شيئا جديدا، لا تضيف شيئا علميا أو فكريا يعني، فتصبح موجودة بالقوة العسكرية وبالقوة الإدارية بالزخم السابق يعني، إلى أن تسقط الفكرة من الدولة. حينما تسقط الفكرة من الدولة يأتي الدور على المجتمع. إذا كان المجتمع غير محصن، إذا كان المجتمع غير محصن، عندئذ تخرج الفكرة من الدولة ويصبح المجتمع تابع لفكرة أخرى تستوعبه وتبتلعه، كما وقع في أمريكا. انتهت حضارات قديمة، حضارة الإنكا وغير ذلك يعني، وصارت الحضارة الآن كلها حضارة غربية، بل حتى الديانة المسيحية أو كما حدث في أفريقيا أو بعض الجهات في آسيا يعني. فحينما تخرج فكرة من المجتمع يبتلع هذا المجتمع وتمحى الحضارة إلى الأبد، ولكن الإسلام ليس هكذا. الله سبحانه وتعالى حافظ هذا الدين، إنا نحن نزلنا ذكره وإنا له لحافظون. حينما تسقط الفكرة من الدولة لا يمكن أن تخرج من المجتمع، لذلك الله سبحانه وتعالى سخر لهذه الأمة حينما سقطت فكرة من الدولة سخر في المجتمع قوى إحيائية جديدة، مجددين كبار هم الذين أنشأوا هذه الحركات الإحيائية الكبيرة. نحن نتحدث عن الشيخ حسن البنا، الشيخ بن باديس، عن الشيخ النورسي، نتكلم على كثير من الحركات الصوفية الجهادية يعني السنية، نتحدث على كذلك الحركات الإصلاحية الكبرى في الهند وفي في باكستان وغير ذلك يعني، الهند قبل باكستان وغير ذلك يعني، حركات إحيائية كبيرة نشأت أرجعت الأمة إلى دينها وحافظت على الفكرة في المجتمع. فإذا بدأ الانتقال من المجتمع. هذا العمل دام قرنا من الزمن، قرن كامل نجحت الحركات الإسلامية في تحقيق صحوة كبيرة جدا، وصارت الفكرة منتشرة إلى حد لا تستوعبه حتى الحركات التي أنشأتها، يعني أصبحت ظاهرة اجتماعية وليست ظاهرة تنظيمية. فلما صارت ظاهرة اجتماعية بدأت الحركات الإسلامية تندفع مرة أخرى للدولة. نحن نتحدث عن هذا بعد قرن من الزمن، يجب أن ننتبه بأن الفكر الذي أنشأ الصحوة كان فكر الدعوة ولم يكن فكر الدولة. الدولة صحيح، كان فكر الدعوة، يعني
لو نراجع ما هي الكتب التي كنا نقرأها جيلنا والجيل الذي قبلنا في هذه العقود الماضية، وكان ما يتعلق بالشريعة، ما يتعلق بعلم السلوك، بالتربية الإيمانية، ما يتعلق بالوعي العام، ولكن لم نكن ندرس في حلقاتنا مسألة الدولة والعلاقات الدولية والاقتصاد وعلم الاجتماع وكيفية التعامل يعني مع الاستبداد في إطار الديمقراطية، كيفية التعامل يعني مع الأوضاع الاجتماعية المتعددة، يعني لم ندرس هذا إلى اليوم، لا توجد مناهج متكاملة في هذا الموضوع. إذن وجدت الحركة الإسلامية نفسها تندفع نحو العمل السياسي، نحو التنافس على الحكم، ولكن ليس لها رصيد علمي وفكري كبير جدا وخبرة سابقة فلذلك شيء طبيعي أن الحركات الإسلامية تجد صعوبة. هذه الصعوبة طبيعية، لا تتطلب منا يعني كثير من القلق وكثير من الاضطراب. الحركات الإسلامية على عكس ما يقول من يريدون أن نجلد ذواتنا، الحركات الإسلامية حققت أهدافها كاملة في القرن الماضي، هي الآن تنطلق إلى هدف جديد وهو تحقيق النهضة، الانتقال من الصحوة في المجتمع إلى النهضة في الدولة. فالحركة الإسلامية شيء طبيعي، لأن هذه الجماهير التي تبنت الفكرة الإسلامية صارت تطالب هذه الحركات، طيب نحن اقتنعنا بالفكرة الإسلامية، حلوا مشاكلنا، حلوا مشاكل بالفكرة الإسلامية، حلوا مشاكل معيشتنا، خلصونا من هذا الظلم، من الاستبداد، ولكن الأدوات السياسية الموجودة ولكن الحركة الإسلامية هي الآن بصدد الدخول في مرحلة جديدة. طيب دكتور اسمح لي، هذه المرحلة أنا أسميها التقاء الصيرورة التاريخية بالحتمية النصية. نعم، صيرورة تاريخية دامت قرن من الزمن تلتقي بحتمية النصية، ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يرسل الله لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. نحن في مرحلة التجديد، بالطبع مرحلة التجديد هو عمل جماعي، مرحلة التجديد هو هو مجهود علماء، مجهود حركات. على ذكر العمل الجماعي، إذن نحن في مرحلة التجديد. نعم، التجديد موضوع التجديد هو الفكر السياسي، هو فقه الدولة، هو مواصلة الإصلاح الاجتماعي بنظريات جديدة، يعني هو أن الإسلام ينتقل للدولة ليحقق صحوته ويستمر. إلى أي مدى يحاول منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة أن يساهم في ذلك مساهمة بشكل أو بآخر؟ تأسس هذا المنتدى للمؤتمر السادس، المؤتمر الأول كان في 2014، المؤتمر السادس في 2022، والمؤتمر كان عنوانه لافت في الحقيقة: الاستئناف الحضاري. صح، بعنوان كتابكم تقريبا: الاستنهاض الحضاري وتحدي العبور. كيف يمكن دكتور أن تتحول هذه الأفكار التي تفضلت بها إلى وقائع على الأرض لدى هذه الحركات التي لديها شعبية كبيرة ولديها حضور جماهيري لافت؟ نعم، بالطبع منتدى كوالالمبور هو يعني واحد من المنظمات الجديدة التي نشأت، التي تحملت هذا العبء، يعني عبء التطوير الفكري، وهو بفضل الله يعني منتدى ينجح ويحقق يعني قبول وانتشار كبير بفضل الله تعالى. شعار المنتدى هو الفكر قبل العمل، الفكر قبل العمل. لماذا؟ لأن في عشرينيات القرن الماضي والثلاثينيات والأربعينيات كان هناك اجتهاد فكري كبير جدا، علمي كبير جدا في فقه الدعوة، ثم نشأت تنظيمات أخذت هذا العلم وأصبح كود، أصبح منظومة، وكثير من الحركة السامية أصبحت لا تحتاج كثيرا إلى التطوير الفكري، لأن الفكر الذي كانوا يشتغلون به من أجل تحقيق الصحوة صار منظومات بكاملها. اليوم حقق هذه المنظومات حققت أهدافها، فبدأت تدخل في وظيفة جديدة، في مهام جديدة، في تحديات جديدة، فلذلك أصبح التنظيم ليس هو المهم، أصبح التنظيم ليس هو الأكثر أهمية، أصبح الفكر هو المهم. إذن دورنا نحن أن نبلور أفكار جديدة، نعم، أن نطور أفكار جديدة، فلذلك نسميه منتدى كوالالمبور للفكر والحضارة. نعم، الهدف هو تطوير الأفكار، هو معالجة المشاكل الموجودة، هو الاستشراف المستقبلي لاحتياجات الأمة، هو الإجابة على الأسئلة الكبيرة. ولذلك نحن من أكبر ما نهتم به هو الفكر السياسي. المؤتمر الأول كان موضوعه الدولة المدنية، رؤية إسلامية. المؤتمر الثاني كان عنوانه هو أثر الحريات والديمقراطية في تحقيق الاستقرار والتنمية. المؤتمر الثالث كان موضوعه الحكم الراشد. المؤتمر الرابع كان موضوعه الانتقال الديمقراطي السلس. ثم كانت هناك القمة اللي كان حضر فيها رؤساء الدول التي كان دورها هو أثر التنمية في تحقيق السيادة، وهذا المؤتمر الأخير والاستئناف الحضاري وقوى الإحياء، مشاريع قوى الإحياء في الأمة. يعني لذلك نحن نعمل على تحقيق هذا الاحتياج الفكري، هو محاولة إيجاد منظومة فكرية جديدة
تسمح لهذه القوى، قوى الأمة الكثيرة والمتنوعة المتشعبة التي أصبحت لا تستطيع أن تسير لأن الكود تغير، لأن المنظومة تغيرت، ولكن هي موجودة. نعم. موجودة في كل مكان، لها قوة كبيرة جدا. إذا نحن نحاول أن نجيب على هذا الاحتياج، أن هذه القوى الفاعلة الموجودة في كل مكان، المكافحة المناضلة من أجل الأمة، من أجل الاستنهاض الحضاري، من أجل فلسطين، هذه القوى نحاول أن نساهم مع غيرها بطبيعة الحال. نعم. لنعطيها الإجابات الفكرية في كيفية التعامل مع الإشكالات. نعم. الجديدة، سواء المتعلقة بالمجتمع، المتعلقة بالدولة، أو المتعلقة بالوضع الدولي، المتعلقة حتى بقضية فلسطين. نتمنى لكم كل التوفيق دكتور عبد الرزاق، شكرا جزيلا لك لحضورك، وشكرا على كل هذه الجهود التي تقومون بها من أجل نهضة عربية وإسلامية كبيرة إن شاء الله. شكرا دكتور مرة أخرى، وشكرا لكم أعزائنا المشاهدين على حسن المتابعة في هذا اللقاء الخاص مع فضيلة الدكتور عبد الرزاق مقري، رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية، الأمين العام لمنتدى كوالالمبور للفكر والحضارة. وشكرا لفريق العمل، تذكروا دائما إن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور، شكرا لك. ألف شكر. حياك الله.